أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: هل المحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة فقط، أو أنه يحرم عليه أيضا صدقة التطوع؟ كان صلى الله عليه وسلم يأخذ الهدية ويثيب عليها، أما الصدقة فكان لا يأخذها ولا تحل له الصدقة، لأن الصدقة كما في الحديث أوساخ أموال الناس. نعم.